بيقول إذا قلنا أن الروح تظل عالقة في المكان لليوم الثالث إلى أن يصلي عليها إذا كانت هي روح شريرة، فماذا نقول عن الصلاة على هذه الروح أو الأرواح في ذكر الأربعين في الكنيسة؟ وإذا لم نصلى على الروح فهل تتكدس الكنيسة بالأرواح الشريرة؟ أفيدوهم قداسة أم أفادهم الله؟ هي طبعا الروح تذهب إلى مستقرها، لا تتقيد بالصلاة من الكاهن لصرف الروح، لا علاقة له. ده الناس بيقولوا كده المخطئين في صرف الروح، ما بنسمهاش صرف الروح. صلاة اليوم الثالث لتعزية أهل الميت وصلاة الأربعين في تذكر الحياة في السماء بصعود